السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الفيديو سأعلمك حكمة مجربة لتحقيق أمنياتك ونيل رغباتك وكل ما تتمنى، وذلك في الحلال. هذه الحكمة هي في صورة الضحى، ومن منا لا يعرف هذه الصورة التي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. في هذه الصورة الكريمة هناك حكمة مجربة، من شروطها يجب أن تكون طاهرا وفي خلوة، ووقتها بعد صلاة الظهر أو صلاة العصر، من الأحسن بعد صلاة العصر، حيث تقرأ هذه الصورة 40 مرة، وتليها بدعاء تقرأه 3 مرات. هذا الدعاء هو: اللهم يا غني يا مغني، اغنني غنى لا أخاف بعده فقرا، واهدني فإني ضال، وعلمني فإني جاهل، لمدة 40 يوما. سوف تأتيك البشارة. إن لم يأتيك شخص في الواقع يعلمك ويدلك على أشياء كنت تجهلها وتأتيك الأرزاق، سوف يأتيك في شخص في منامك يعلمك ويدلك على طرق كنت تجهلها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم.